بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكده ريخولا عمير الكعي خسكو تصوفالي جدوتسا إنكارا بولل جدوتسا الإمامو أزاديس إنكارا بولل هدينغو أصنع قصن غيبتا بولل هدينغو الإمام وزالية رحمة الله عليه إحياء نقصاً جدوسا غرغا ديابولي نكيدا كازي كولا هدينان الإمام وزالية استيقي هدين غويسو إحياء رحمة الله عليه إنكارا بورو تشيسي كارب إسا نكيد سيد ساليدا مثال خيجوك إني دو تشيسي إنكارا بونغورو شي شغوري خي دو تشي تاو بابون جيوس سروك إن خلاب هب كولا إحا علوم الدين أبو لب إخا خول شوى بلبتهم أني بقال بقو شوى بلب أن كبل إستراني تصال وذكر اليافعي أيضا أن الشيخ الإمام الكبير أبا الحسن علي بن حرزهم الفقيه المشهور المغربية يافعي أبو لو شيخس أي أسعد الواس عبد الله أبو لو شيخس إدينغو رخصان إلا حقنغو كديو إمام شيخ أبا الحسن حرزهم الواس علي أبو ليو مشهور فقيه عليم تشي مغرب الله سجيو كولو هيوك أنين أبون كان بالغ في الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين وكان مطاعا مسموع الكلمة دو يافعي رخصان لرحمة الله عليه دو وديو إمام شيخ حرزهم الوس علي وكأنين أبون جنسا الإمام الغزالي سل إحياء الإنكار أبو ليو شرق خان كتا كالدا رعارك أن شابلو رعارك أن دشون إنكار أبو بوك أن دو ستاندت شابوك أن لا الإمام الغزالي سل إحياء علوم الدين أبو ليو إخال دي يو شيخ الله رحمة الله عليه شنس يلدات إقوانة الإيش أبي ليو هجريا يخاروشي يو شيخ أي حرزه من الواس علي جوك أن لا عدم الجندي متعاو هدينغو جندير رعي خوخ عدم العنك كل شيء جوك أن لا ودنا علم شوك أن لا فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ الإحائي تنجي دو شيخ أي حرزه من الواس علي تسا رحمة الله عليه أمر أبونا لا جنسا كرشل أبو ربشين أبجو الإمام غزالي صلحاكو نسخة بزاسن هل دان دارين أبون أمر أبونا لا وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة سنجي غس قاست أبونا لغو شيخس الإمام غزالي صلغول إحراق نسخة بي جنسا روحي زي سنترال دمشقي دال روزمان قو يخروحي زي أبون قاست أبونا لغوس فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنجي دو صردوك أي روزمان صردوك دو شيخ استا أي حرزين بالواس علي دا رحمة الله عليه روزمان صردوك مشكي بيخاني لا جيو أو سنترال مشكي دا جاني وخيون سنجي وجاني وقاني لا أورب صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سنجي أورب أسكو أبو بكر أصحابي رضي الله عنه عمر أصحابي رضي الله عنه كأنيلا إمام غزالي جي أورق السدسوي صلى الله عليه وسلم السدسوي وخنشنك عنه فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي سنجي هو ابن حرزهم أي حرزهم الواس علي جو هو خنص سرمخ وزي خنص سرمخ أي أورق استخن صلى الله عليه وسلم استخن الإمام غزالي أسابوني أي مشيخة هذا خصمي يا رسول الله فإن كان الأمر كما زعم توبت إلى الله الإمام غزالي أسابوني داوجين أبون جندر دعبد الله يا رسول الله نبوني لوس صلى الله عليه وسلم هس تعبا باقي جو إيش باتنا ني هيت الله ستهاو بابون نوسن نبوني جو علما مغزليس وإن كان شيئا حصل لي من بركتك واتباع سنتك فخذ لي حقي من خصمي دور بركة الله سان دي شبك أني جو حصل شو ماتنا نقول بقول علما مغزليس أورج است صلى الله عليه وسلم إدين جو دور سنة الله ناقل كنا الله سان شبك أني جو جندي كون حصل شو ماتنا ني دير حق هو دير دعبات الله سسن دوت سبوسين أبونا لا الإمام مغزلي رحمة الله عليه أورق است صلى الله عليه وسلم ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء فتصفحه النبي ورقة ورقة من أوله إلى آخره سنجي أورق صلى الله عليه وسلم الإمام الغزالي إحياء علوم الدين أبو لبت إخ وسنيل سنجي أورق است أمتش كون أول الله دست آخر الله دست فزان غبت إخ بيغانيل ثم قال والله إن هذا لا شيء حسن سينك أورغس ودينان أول الدسة أخير الدسة عن الإمام الغزالي يصل إحاء علوم الدين أبو لت إيه بيجي زيجي بيقون أبو نيلا والله الله أسحقي إلا هب خيك أبجو بوجي زيجي بوجي ناب ثم ناوله الصديق رضي الله عنه فنظر فيه فاستجاده سينك أبو بكر أصحاب الصديق
الإمام الغزالي يسو إحياء علوم الدين أبو لك إيه وسانيلا تنجي غو غوي والله نيلا تنجي أبو بكر أصحابس كي غو خيك الخني كانيلا إحياء علوم الدين أبو لك إيه رضي الله عنه يس. ثم قال نعم والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن تنجي أبو بكر أصحابس أبو نيلا ويلا هيدي هي الله أصحابي إلا مم حق الله يخمن جين سويت أرو أب إيه خيك أبيت سنال خيك أبو جيزيك أبو جينا أبو نيلا وص. ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه فنظر فيه واثنى عليه كما قال الصديق تنجي الامام الغزالي يسو احياء علوم الدين ابو لبت ايه جنس حق الدقي مير قلدقي هرشو بات ايش ابو لبت عمر اصحاب رضي الله عنه يسو سنيل تنجي عمر اصحاب رضي الله عنه والله اني لو غوشوف وص وبيت سيدك بيت سنيل ابو بكر اصحاب الصديق بيت سلا بعدين ابو ربعدين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص وان يضرب ويحد حد المفتري سينج اورغس امر ابن الله صلى الله عليه وسلم استو حرزهم الواس علي ابو لو علمشي ان غوديل ده سعيد سوينا غوديل اسباق خيناب ادين غو استا كابي زي كابي نابون حد هرس سجن سعنت اذا بولو تشيستا كابول بعدنا فجريد وضرب سينج اوعدس كوني الوسط كابي زي كابونيل. فلما ضرب خمسة أصوات تشفع فيه الصديق رضي الله عنه تنجي شوغو صال وستك أبو رميخش صديق أس أي أبو بكر أصحاب أس رضي الله عنه وصي شفاعة أبو نلغو حرزهم الواس علي أبو العليم تشيسي رحمة الله عليه. وقال يا رسول الله لعله ظن فيه خلاف سنتك فأخطأ في ظنه تنجي أبو بكر أصحاب أس رضي الله عنه يسأبوني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايو حرزهم الواس علي ابو لو علم تشي بوك اني يقول لا جن دراك الدا كون وب الامام غزال يسول ايخ الدا جانب دور سنة تخل عكس الدا بوغيناب وصو دينك الكم كما تليلا تنجي او جن دراك الدا كخراب جو خميقسي كانيناب. فرضي الامام الغزالي وقبل الشفاعة الصديق تنجي الامام الغزالي رضي خاني رضي الله عنه ابو بكر اصحاب الصول شفاعة بس قبول قابوني. ثم استيقظ ابن حرزهم واثر السياط في ظهره سنجي دو حرزهم الواس علي ابو لو دو عليم تشي دو شيخ جو ما كده سوتش انا لرحمه الله عليه. اما او اورق اسمع كي كابو مك على تصلح الاثار وسمو ظاهر في مك انيل اثار بك انيل اي اونغو كابو بعدين. واعلم اصحابه وتاب الى الله عن انكاره على الامام الغزالي واستغفر سنجي دو حرزهم الواس علي تس جندي الهالمغزه بس ذا بني لجندي كرجو الله استجيب توبه ابو نسنجو سنيل جن سابورا الإمام الغزالي است إنكار أبو رب جولدس سنجي مناع تشريك الله بابن لدوس. ولكنه بقي مدة طويلة متألما من أثر السياد وهو يتضرع إلى الله تعالى ويتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم كنيجي دو حرزهم الواس علي أبو لدو شيخ الله رحمة الله عليه جو قطعن إلى خلات هب زمانا يخ وغ أورق اسمكي كابو رب صلى زو أسرح جو أنتن خلات هب زمانا يخ جو الله استحل الله دينجو أوراق استخدم شفاعة كوميك الله بقوله ودينا بخلاتهم زمان أخون تنخط أني لغو إلى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ومسح بيده الكريمة على ظهره فعفي وشفي بإذن الله تعالى ودينا أنتم وقال أبو رد صلى الله عليه وسلم أسارة خوخوت أني لا جند أوراق مكيفي خزان صلى الله عليه وسلم أوراق جند أدري كون أوراق جند جند خليا كرال دخون جند مغلد مسحب بقون يدنا أورك صلى الله عليه وسلم من خزان تنجي الله سو إذن الله خن أو سخانيل. ثم لازم مطالعة إحياء علوم الدين ففتح الله عليه ونال المعرفة بالله تنجي دو شيخ حرزه من الواس علي أبو لك شيخ أتشابوني لا الإمام غزالي صل إحياء علوم الدين أبو لك إخل دواك شال أتشابوني لا تنجي الله سوسي علم جرهاني لا الله خيجي وسيشاني لا. وصار من أكابر المشايخ أهل العلم الباطني والظاهر رحمه الله تعالى تنجي دو حرزه من الواس علي أبو الشيخ رحمة الله عليه باطني يبقي ظاهر يبقي علم أخو أهو أخو ما شيخ سبزوج أحيز سنجي كران الله جند الله قول حيو هيك يعني خدو سنجي قال بوغو هب إسان إخيدة كوتشاب سنة سيبس شباز داخل بيتسانين أبون إخيد سيب سألت أمتلا تنجي فيديو خلاحيش أقو بوكيني الله سنيخ تنجي بعد إني أب علم ألدي هدينكو تصوف ألدي تصوف أخو أهلو ألدي إنكار أبي ألدسا الله سنخي توفيق إخيجي إيد أرب كوزي ميق أب جيبكو تيزي والحمد لله رب العالمين.